مساء الخير. عشرات الشهداء يوميا يسقطون في حلب السورية التي تحولت شوارعها إلى ساحة تتقاتل فيها الأطراف المتصارعة. قوات بشار الأسد حاصرت حلب في الأيام الماضية، وها هي المعارضة تسعى لفك هذا الحصار. روسيا التي تشارك قوات الأسد بضربات جوية للسيطرة على الحلب أعلنت اليوم سقوط طائرة حربية لها، وتعترف موسكو بمقتل 5 طيارين كانوا على متنها من بينهم سيدة، لتصل حصيلة خسائر روسيا إلى 19 عسكري و5 مروحيات. مشهد ربما يزيد الاحتقان في روسيا، وهو سحل جندي روسي من ضحايا الطائرة والتمثيل بجثته بعد أن أعلنت المعارضة السورية عن نجاحها في إسقاط المروحية. وحتى الآن تسعى المعارضة السورية لكسر الحصار المفروض على حلب، وبشار يعلن أن سوريا في مرحلة مفصلية. لكن الأكيد أن ما تشهده سوريا حاليا هي مأساة إنسانية بكل المقاييس، بعد أن تحولت إلى ساحة تجوب فيها كل القوى وتجرب فيها كل القوى أسلحتها، والضحية هي الشعب السوري. والسؤال، إلى أين تأخذنا الأحداث في سوريا؟ سؤال نجيب عنه في مساء القاهرة الليلة. أهلا بكم. يعني